تيجي على التنوع والفكر في الغلاء، دي مسألة لازم نخلي بالنا منها. يعني إحنا مش عايزين يحصل عندنا أي نوع من الاستقطاب أو الانحياز للتيار ضد التيار الآخر، لا، هو الانحياز الكبير هو الانحياز العقلاني ضد الأصولية وضد الدجال. لكن هذه المجموعة اللي التدويرية العقلانية بتضم تيارات إيه؟ متنوعة. بتضم تيارات فكرية متنوعة. حق الاختلاف، التنوع هو الفكر الخلاق، عدم التمييز، يعني عدم التمييز بقى على أساس دين، عدم التمييز على أساس عرقي، عدم التمييز على أساس انتماء، عدم التمييز بين الفقراء والأغنياء. فجامعة الخير قامت على عدم التمييز ويجب أن تستمر. يعني عدم التمييز دي مسألة موجودة في الوصية الأولى يا جماعة، دورها نشر الفنون والآداب، ها؟ واحترام الأديان، ده موجود في أول سطر. في أول سطر حتى لو رحتوا على جوجل وعملتوا سيرش وطلعتوا أول عقد لإنشاء الجامعة هتلاقي العنوان كده. عدم التمييز بين الأديان. الافتتاح على التيارات العالمية عشان ما تكونش بس التيارات الأوروبية، تكون برضه التيارات الإيجابية في الشرق الأعصار أيضا. برضه من ضمن الأفكار اللي تم التأكيد عليها تأكيد لهوية مصر المستديرة، وإن الجامعة شريكة في إعادة زيارة هذه الهوية. من ضمن أهم الأفكار أيضا اللي تم طرحها في الوثيقة التأكيد على أهمية معرفة الذات.